ازيكم يا شباب، معاكم فادي عضلات. وجات لكم فيديو جديد النهارده يا جماعه. الفيديو بتاعنا مختلف لان الفيديو النهارده عايز احذركم من حاجه حصلت معايا. تخيل انت معاك 4000 جنيه وفي لحظه تخسرهم، في لحظه في غمضه عين تخسرهم، هتعمل ايه؟ احساسك هيبقى عامل ازاي؟ اكيد طبعا يا جماعه، يعني اكيد طبعا دي حاجه تزعل، يعني حاجه تزعل وتزعل قوي، لان المبلغ مش قليل. يعني 4000 جنيه وفي لحظة تخسرهم، ده موقف صعب جدا جدا جدا. ايوه يا جماعة، الحكاية دي حصلت معايا وعشان كده قلت يعني لازم احكيها لكم عشان انتوا كمان تخلي بالكم وما حصلش معاكم نفس الموقف ده، لان الصراحة المبلغ مش قليل يعني. طيب هحكي لكم كل حاجة دلوقتي، ولكن خلينا نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واللي مش مشترك في القناة يا ريت تشترك، ويا ريت يا جماعة تشيروا الفيديو دوت عشان برضك يعني الناس التانية ما يحصلش معاهم نفس الموقف دوت. ويا ريت يا جماعه تشوفوا الفيديو ده للنهايه بجد، عشان حرام، انا مستحرم ان حد يحصل معاه الحركه ديت. بصوا يا جدعان، في فيديو حلو قوي لبابجي موبايل، فيديو جديد نزلته على تفكير وتدمير، هحط لكم في الديسكريبشن. وفي كمان فيديو بتاع شحن السيزون 18، هحط لكم برده في الديسكريبشن. الفيديوهين هيعجبكم جدا ان شاء الله. طبعا يا جماعه في حاجه انا اتفاجئت بيها ما كنتش اعرفها يعني وكده، ان لسه في امتحانات شغاله. سالت الناس على المنتدى، اكتشفت ان في امتحانات، واستغربت لان كانت لسه الامتحانات خالصه من قريب. تلاقي الناس بيقول لا ده في امتحانات، في امتحانات جامعات لسه شغاله، وفي امتحانات ابتدائي. استغربت جدا بصراحه. استغربت كمان، لقيت في حد بيقول لي كمان ايه ده، احنا بقينا بنمتحن في الترم الثاني كل شهر ماده. اللي هو ازاي يعني؟ انا مش عارف اتخيل الموضوع ده. هل مثلا عشان الترم الاولاني ضغطوا الاولاد مثلا في ابتدائي وكده، بقت الامتحانات كلها في يوم واحد، فقاموا الترم الثاني بيعملكم مثلا كل شهر ماده؟ يعني دي امتحانات نهايه السنه يعني، ولا انا مش فاهم بصراحه يا جماعه. ربنا يوفقكم كلكم وتجيبوا اعلى الدرجات، بس اتمنى ان انتم في الكومنتات يعني تفهموني بالظبط وضع الامتحانات ازاي. انا مش قادر مش فاهم بالظبط يعني ايه، عايز بالتفصيل في الكومنتات بس عشان ابقى فاهم ايه السنين اللي بتمتحن وايه اللي يعني مش فاهم. طيب المهم، بصوا يا جدعان اللي حصل كالاتي. من كام اسبوع كده كنت انا محتاج اسحب فلوس من الفيزا، معايا فيزا البنك الاهلي، عايز اسحب فلوس من المكنه. دخلت الفيزا وكتبت الباسورد ودوست سحب وحددت المبلغ اللي انا محتاجه، اللي هو ما بشرح لكم تفاصيل ممله قوي يعني. طب ما طبيعي ان انا ادخل الباسورد وادوس سحب، امال انا هسحبهم ازاي يعني؟ همد ايدي جوه المكنه اطلع الفلوس يعني؟ مش فاهم ده يا جماعه، انا بحكي تفاصيل غريبه. بجد لا يعني الموضوع مش كده يعني، مش معقول يعني، مش معقول التفاصيل اللي انا بحكيها دي. طب ما ده طبيعي، ده يعني ده طبيعي، ده طبيعي هيحصل. انا مش عارف بصراحه، انا مش عارف ايه اللي انا بقوله ده. يعني ده مش عارف يعني. المهم يا جماعه، كتبت المبلغ اللي انا محتاجه اللي هو 4000، ودوست على ال معرفش الزراير بتاعت المكنه، مش فاكر اسماء. المهم دوست على الزرار يعني اوكي يعني، معش فاكر والله المهم دوست يعني اوكي، فطلع لي المبلغ. حلو كده لغايه دلوقتي. لقيت المكنه قعدت تعمل، عارفين انتوا الغريبه، ان الغريبه كمان انا بستغرب من حاجه. ساعات مثلا تيجي تطلب ايه، عايز تسحب مثلا 200 جنيه، تلاقي المكنه بتعمل. طب انت بتتطر ايه 200 جنيه؟ ما تطلعها لي على طول، انت في ايه ده؟ مش عارف والله يا جدعان. المهم بعد ما المهم ايه الفلوس ايه؟ قامت طلعت من المكنه. طلعوا بالظبط نفس شكل زي دول كده، تمام؟ طلعوا كده من المكنه 200ات. انتوا عارفين لما المكنه بتطلع الفلوس ما بتنطرهمش كلهم بره المكنه كده، لا بيبقى ايه اللي هو ايه، طلعوا بس ايه؟ نص الفلوس بره والنص التاني ايه؟ لسه جوه المكنه. فانا المفروض بقى اسحب الفلوس، المفروض يعني المفروض. المره دي بقى قلت ايه، بدل ما اسحب الفلوس والبخ نفسي وبتاع، قلت الاول ايه، طب اسحب الكارت واحطه في المحفظه، واحط المحفظه في جيبي، وبعد كده اسحب الفلوس على مهلي. ما هي كده كده الفلوس طالعه من المكنه هي. تمام، سحبت الكارت وحطيته في المحفظه، وحطيت المحفظه في جيبي، ولسه بمد ايدي عشان اخد الفلوس، اتلقيت الفلوس الكبشه كده زي ما هي، زي ما هي كده يا جدعان. المكنه شفطتها، الكبشه كده زي ما هي بالظبط يا جماعه، اتشفطوا جوه المكنه. يا دوبك لسه بمد، والله وانا بمد ايدي هاخدهم، ده ما فيش ثواني، يا دوبك بمد ايدي الفلوس اتشفطت جوه المكنه.
بصوا يا جدعان، انا بقيت مش عارف اعمل ايه، يعني اللي هو ايه ده، انا مش عارف، طب اتصرف، طب اعمل ايه، طب اشوف، طب الرصيد في الفيزا، الله الرصيد ناقص، طب ما رجعوش حتى جوه الفيزا، يعني 4000 جنيه طاروا في لحظه. فبجد ما كنتش عارف اعمل ايه، كان موقف صعب جدا. قلت اروح لاقرب فرع بنك اهلي واطلب رقم خدمه عملاء واشوف هيعملوا لي ايه. فرحت البنك ولقيت لسه هيبقى قدامي ناس كتير، يعني الرقم لسه بدري. فقلت لا، انا عايز اتصرف بسرعه، الحاجات دي مش هي، يعني الحاجات دي التاخير فيها غلط. قمت كلمت خدمه العملاء اللي هو رقم الخط الساخن اللي هو 19623، تمام، وقلت لهم على اللي حصل، فاستعلموا مني على شويه بيانات. وبعد كده قالوا لي ال 4000 جنيه دول بالفعل يا فندم دول اتعمل لهم هولدنج جوه المكنه، يعني مجنبين، ال 4000 جنيه دول مجنبين. فقلت لها، كلمتني واحده من خدمه العملاء، فقلت لها يعني ايه مجنبين، انا مش فاهم. يعني قالت لي يعني هم موجودين جوه المكنه ما تقدرش تصرفهم، يعني مش متضافه للحساب الرئيسي. قلت لها طب ماشي، طب ايه الحل دلوقتي، ايه اللي هيحصل؟ قالت لي اللي بيحصل ان انت هتستنى من 3 ل 5 ايام عمل. طبعا قصدها 3 ل 5 ايام عمل ده اللي هو من غير الجمعه والسبت، ان البنك بيبقى اجازه يعني جمعه وسبت. قالت لي هتستنى من 3 ل 5 ايام عمل واتكلمنا تاني ونقول لك يعني ايه اللي هيتم. فقلت لها طب ليه 3 ل 5 ايام عمل، يعني ليه طالما مثلا الفلوس ظاهره قدامكم دلوقتي ان هي موجوده اون هولد، ليه مثلا ما ترجعهمش في رصيدي وخلاص؟ قالت لي لاني وارد ان هم يرجعوا في الرصيد تلقائي من المكنه، فما ينفعش ان احنا، يعني اللي هو بما معناه، يعني اللي انا فهمته ان ما ينفعش ان هم يدفعوهم لي في الحساب وهم اون هولد، لان وارد ان هم يرجعوا في المكنه تاني تلقائي، يعني وارد ان المكنه تلقائي تضيف الفلوس دي للحساب، فكده هيبقى اتضاف مرتين. هو ده اللي انا فهمته يعني، تمام، حسب ما انا فهمت، يا رب اكون فهمت صح. بس كنت يومها محتاج الفلوس دي ضروري، فقلت لهم طب انا ينفع الوقت اسحب من المكنه ولا ايه؟ طيب قالوا لي ممكن تسحب عادي بس مش من نفس المكنه اللي حصل فيها المشكله. يعني كلمتهم بعد 5 ايام وسالتهم ايه اللي حصل، قالوا لي الفلوس خلاص رجعت في حسابك. فقلت طب اتاكد، دخلت الكارت واستعلمت على الرصيد، لقيت فعلا الفلوس الحمد لله رجعت. يعني طيب انا كده المفروض ان انا يعني ما خسرتش الفلوس، يعني الفلوس رجعت في حسابي عادي، ليه انا كاتب بقى على عنوان الفيديو خسرت 4000 جنيه في لحظه؟ انا ده والله يا جدعان لا هو ولا عنوان كاذب ولا هو كليك بيت، انا كاتب العنوان ده عشان احذركم ان الموضوع ده فعلا ممكن يقلب معاك بخساره بجد. طب ازاي يا فادي، ما انت كده كده رجعت لك الفلوس. هقول لك بس التوقيت يفرق، بمعنى انت ممكن تكون في يوم من الايام مثلا في شركه عامله عرض حاجه انت نفسك فيها قوي تمنها 8000 جنيه، والشركه مثلا في اليوم ده عامله عرض انها بنص التمن بس ب 4000 جنيه، وارد يا جدعان وارد، والعرض ده تكون انت مثلا رايح تشتري الحاجه دي وخلاص العرض ما بقالوش غير ساعه مثلا وينتهي، وتروح مثلا اقرب مكنه مثلا للمعرض اللي عامل العرض دوت وتسحب الفلوس وتقوم تعمل زي ما انا اتفزلكت كده وعملت، تستنى شويه تلاقي الفلوس اتشفطت جوه المكنه وخلاص العرض ما قداموش مثلا لنص ساعه وينتهي، هتعمل ايه؟ وممكن يكون ساعتها اقرب فرع ليك المفروض تسحب منه الفلوس ديت مثلا بعيد جدا، اللي هو على بال ما توصل له مثلا انت قدامك ساعتين ولا حاجه يكون العرض انتهى وضاعت عليك الفرصه. الفلوس هترجع لك بعد 3 ولا 5 ايام عمل، ولكن العرض هيكون راح، فسحبة الفلوس دي قلبت معاك بخساره حقيقيه، يعني هي ممكن تقلب معاك بخساره حقيقيه. وقيس بقى على كده مواقف كتير، ممكن تبقى الفلوس دي يا جماعه تقلب بقى بمواقف ضروريه، يعني ممكن تكون انت مثلا ايه راح تشتري علاج ضروري ولازم تجيبه في وقت محدد، ومفيش بقى وقت انك تقعد توجع دماغك بالتدوير عن المكان، هو انت لازم في اسرع وقت تسحب مثلا من مكنه جنب البيت ويحصل معاك الموقف ده، ويبقى مثلا مفيش مكان تاني جنب البيت. فالفلوس بترجع، ولكن وبعدين وارد ان في حالات تانيه البنك يتاخر، يعني فالافضل اول ما الفلوس تطلع لك
اسحبها على طول. بس يا جماعه يعني اتمنى لو انتوا استفدتوا من الفيديو دوت يا ريت تعملوا لايك. انتوا طلبتوا مني ان انا اعمل لكم احيانا فيديوهات مفيده وطلبتوا مني ان انا اعمل لكم فيديوهات غير الاكل، وانا بحاول انوعها على قد ما اقدر. على فكره في عندي افكار كتير ممكن اعملها لكم والله، بس انتوا يعني ساعدوني بس في الدعم. انا عارف ان الايام دي ايام امتحانات، ربنا يعينكم طبعا، والمذاكره اهم على فكره. يعني انا مش الفيديو بتاعي ممكن تشوفه اي وقت، انما الامتحان اهم طبعا، فربنا يعينكم. انا بس عايز الناس اللي شافت الفيديو سيب لايك بس، مش هاي لايك يعني بس كده يا جماعه، وكده الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Can you change